يقول ما المكوس وما حكمها؟ المكوس اللي احنا نسميها اليوم الضرائب، المكوس هي الضرائب، والأصل في المكوس إنها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية عندما تابت ورجمت بالزنا، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، مما يدل على أن هذا حرام. والمكوس هي من باب أخذ أموال الناس بالباطل، المكوس هي أخذ أموال الناس بالباطل. لكن إذا كانت الدولة شرعت هذا الأمر لأجل أن الدولة الثانية تأخذ منها بالمقابل مثلا، أو احتاجت الدولة لهذا فلا بأس، أما بدون حاجة فالأصل أنه لا يجوز. إلا الكافر إذا دخل إلى بلاد المسلمين ليبيع ويشتري، فذكر أهل العلم إذا كان كافرا غير حربي فإنه يؤخذ منه 5%، وإذا كان كافرا حربيا وأذن له أن يبيع ويشتري في بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه 10% اللي هي المكس عليه. هذا على الكفار، أما على المسلمين فالأصل أن أموال المسلمين محرمة ولا يجوز أخذها، وإذا أخذها الحاكم فلا يأخذها إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس. نعم، طيب اصبر شوي. وبناء على ذلك البعض يرى أنه يجوز التهرب من المكوس وتزوير الأوراق لكي لا أدفع، هذا لا يجوز. نعم.